لسه مستمرين معاكم في مناقشه الموازنه العامه والتقرير المالي اللي قدمه ايضا النهارده سياده الوزير محمد معيط وزير الماليه للبرلمان المصري. عدينا مع حضراتكم على مجموعه كبيره من الارقام المهمه، لكن بما ان احنا كمان بنتكلم عن دعم الانشطه الصناعيه والزراعيه وبالذات القطاع الصناعي، برضو اقول لكم سريعا ثلاث ارقام مهمه قبل ما نروح نفصل شويه في الحمايه الاجتماعيه السنه دي هتكون عامله ازاي. عندنا برضو الخزانة العامة هتتحمل 127 مليار جنيه فرق سعر مبادرات التمويل المتعلقة بالسياحة والصناعة والزراعة كدعم يعني لهذه الأنشطة، منها مثلا بيبقى متعلق بدعم الصادرات وغيره. عندنا كمان هيكون في أكتر برضو بنتكلم عن 6 مليار جنيه دعم كهرباء بالنسبة للنشاط الصناعي، 1.5 مليار جنيه برضو تحمل للضريبة العقارية عن النشاط الصناعي. انت برضو عايز تدعم عام الصناعة فلازم تقدم لهم دعم ومساندة في هذا التوقيت، فده برضو زاد في الموازنة العامة للدولة. لكن هنروح كمان للحماية الاجتماعية نفصلها بشكل اكتر لانها زادت بنسبة 49%. يمكن الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن لشبكة الحماية والامان الاجتماعي، بنرحب بحضرتك يا فندم، واكيد حضرتك عندك تفاصيل نقدر من خلالها نشوف ال 49% زياده دي انا ازاي كمواطن هستفيد منها. اهلا بحضرتك يا فندم. طب خلينا نقول انه على مدار السنوات الماضيه الحكومه خدت عدد من الاجراءات والاصلاحات الاقتصاديه والهيكليه اللي انعكست في تحقيق الاستقرار المالي في الموازنه العامه، وده ساعد على انه يخلق وفرات بدأت توجهها الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وده اللي ساعد كمان الدولة في إن هي تواجه التحديات العالمية بدءا من أزمة جائحة كورونا ثم الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار العالمية للغذاء والوقود وكمان سعر الفايدة، والاضطرابات ما زالت لسه يعني في هناك اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية. بناء على كده جت الموازنه العام المالي الجديد ان هي بتزود المخصصات بتاعه الحمايه الاجتماعيه، ودي رساله قويه من الدوله بان هي ما زالت ملتزمه بالبعد الاجتماعي والاستحقاقات الدستوريه اللي طالبت بزياده الانفاق على الصحه والتعليم. احنا مش بنقول بس زادت في الموازنه الجديده مخصصات الحمايه، ولكن كمان زادت المخصصات الخاصه بالانفاق على التعليم بحوالي 19% وعلى الصحه ب 14%. وزي ما حضرتك اتفضلت قلت ان الزياده في مخصصات الحمايه كانت حوالي 48.8 يعني حوالي 49%. ازاي هيتم استخدامهم بقى؟ لان كمان اللي كما قرات يعني انه كمان حياه كريمه زادت السنه دي برضو. يعني احنا لما بنبص على الزياده في المخصصات اللي هي بنسبه 49% بحوالي 171 مليار بنلاقي ان اهم بند كان فيها زياده على نظام التامينات الاجتماعيه والمعاشات اللي زاد بوصل حوالي 202 مليار جنيه بنسبه 6%، وده بيستفيد منه حوالي 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق، وفي نفس الوقت 14 مليون مؤمن عليه. بعد كده بنبص ان البند الثاني اللي هي زياده مخصصات التمويل اللي هي وصلت حوالي 128 مليار. التمويل دي اللي هي ايه؟ اللي هي الدعم التمويل. التمويل. دعم التمويل. احنا عندنا 127 مليار جنيه دعم سلع. ده بنسبه حوالي 42%، كان السنه اللي فاتت كان حوالي 90 مليار وده بيستفيد منه حوالي 64 مليون. اهم حاجه بالنسبه لنا يعني طبعا بالنسبه لوزاره التضامن زياده مخصصات برنامج تكافؤ كرامه وصلت لحوالي 31 مليار. دي زادت برضه 31 مليار قدامي، 31 مليار جنيه ضمان اجتماعي تكافؤ وكرامه، دي زادت شويه برضه. دي زادت كانت حوالي يعني احنا كنا في بدايه 2020 كانت الميزانيه حوالي 19.5 مليار. كانت في 2020 19 مليار. احنا النهارده 2023 31 يعني اكتر من الضعف او يعني تقريبا لا يعني اكتر من الثلث. اكتر من الثلث واحنا زودنا ده عشان في شرايح جديده دخلت او وسعتوا القاعده متهيألي. احنا حوالي 2 مليون اسره تم زيادتهم على مدار سنتين، احنا حاليا دلوقتي وصل عدد المستفيدين من برامج تكافؤ كرامه حوالي اكتر من 22 مليون مواطن. كمان تم كام يا فندم؟ كام مستفيدين تكافؤ كرامه؟ اكتر من 22 مليون مواطن. 22 مليون مواطن من جميع المحافظات. وده المستفيدين يعني.
ده المستفيدين. وقيمة المساعدة كمان تم زيادتها السنة دي من خلال تبعت سيادة الرئيس إنها تم زيادتها بحوالي 25%. جميل جدا. فده تكافؤ كرامة، إلى جانب برضو طب الزيادة اللي حصلت المعاشات برضو تبعكم اعتقد. المعاشات. المعاشات يعني دعم نظام التأمينات والمعاشات ذات في الموازنة العامة للدولة وصل لحوالي 202 مليار جنيه. احنا وده تطبيق للقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، اللي هو اللي حصل فيه يعني الزيادة. تسوية ما بين نظام المعاشات والموازنة، وانه بدأت زيادة دعم نظام المعاشات يعني في 2019، يعني من اول 1/7/2019 كانت 160 مليار، حاليا دلوقتي وصلت 202 مليار. كمان 200 عندنا وكم؟ 202 مليار. كمان تم زيادة المعاشات السنة دي من 1/4 بحوالي 15%، دي كلفت نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات حوالي 55 مليار. اها برضه كمان زيادة كبيرة. تم يعني زيادة الحد الأعفى الضريبي ل 36 ألف. تم زيادة الحد الأدنى للأجور بحوالي 3.5 آلاف. كمان زيادة الدعم الإسكاني، 10 مليار برضه باين. 10 مليار تبعكم برضه حضراتكم. لا ده تبع وزارة الإسكان، ده ماشي. ولكن أنا بكلم حضرتك عن شبكات الحماية اللي بتستهدفها الدولة. فيما بشكل يخص عام. وزارة ككل. التضامن بتدير بشكل أساسي برامج المساعدات الاجتماعية وبالتنسيق مع هيئة قومية تأمين اجتماعي نظام المعاشات، ثم التنسيق مع الوزارات المختلفة فيما يخص برامج وأنظمة الحماية، سواء الرعاية الصحية لغير القادرين، الدعم التمويني، وصلات المياه والكهرباء للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وكمان وفي وزارة. كمان زيادة في مخصصات توصيل الغاز، ده تبعكم برضو ولا ده مش تبعكم برضو؟ لا بس حضرتك يعني ضمن الإجراءات ولا إيه؟ دي ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية اللي بتنتهجها الدولة، يعني هي مخصصات الحماية فيها العديد من ثلاثة البرامج ونص فيها مليار الاجتماعية. تكلفة زيادة توصيل خدمات الغاز الطبيعي لما طبعا مش تبعكم بشكل مباشر يعني، بس برضو من ضمن يعني مظلة يعني الحماية. هي كلها بتبقى مستهدفة الفئات الأولى بالرعاية، وطبعا ايوه ده المهمة الأساسية لوزارة التضامن، إن هي مد الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاق. جميل جدا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره ميرفت صابرين، مساعد وزيره التضامن لشبكه الحمايه والامان الاجتماعي.